الحقيقة خلينا نقف عند فنانة مصرية عندها مشكلة كبيرة. المشكلة دي ما بدأتش النهاردة مع الفيديو اللي طبعا انتشر بشكل كبير جدا للفنانة شيرين عبد الوهاب، ودي الفنانة اللي أنا بقول إن هي عندها مشكلة كبيرة. شيرين ما عندهاش مشكلة النهاردة بس، ما عندهاش مشكلة منذ إذاعة هذا الفيديو النهاردة وحالة النقد الرهيبة والكبيرة جدا وحالة الغضب اللي انتشرت في المجتمع المصري بعد مشاهدة هذا الفيديو على السوشيال ميديا. لا، مشكلة شيرين بدأ من قبل كده، وبدأ من قبل كده بفترة طويلة. شيرين عندها مشكلة إن هي مش قادرة تضبط لسانها، شيرين عندها مشكلة إن هي مش قادرة تعرف إيه اللي ينفع تقوله كشخصية عامة وإيه اللي ما ينفعش تقوله كشخصية عامة. شيرين فنانة مصرية جميلة، شيرين فنانة عندها صوت أكتر من رائع وليها جمهور كبير وجمهور عريض، ولكن للأسف للأسف الجمهور ده يا شيرين بيتناقص كل شوية. للأسف أنتي ومحدش تاني، وللأسف ما نقدرش نلوم على حد إذا كان النهاردة هذا الفيديو صحيح. لازم نقول إن طبعا في علامة استفهام إن الفيديو ده لما يجي النهاردة يتزاع النهاردة وينتشر بهذا الشكل، وهو بقاله 10 شهور يعني في يناير اللي فات، لما يجي النهاردة يتنشر بهذا الشكل إذا كنا موضوعيين فلازم نقول إن طبعا في علامة استفهام ليه النهاردة، ليه ما انتشرش وقتها، ومين اللي عايز النهاردة يعمل حالة الجدل دي على شيرين. ده شق طبعا احنا متفقين ان في وراء علامة استفهام، ولكن ده ما يمنعش يا شيرين انه هذا الفيديو احنا بقى شفناه النهاردة، شفناه من 10 شهور. المصريين لما يشوفوا هذا الفيديو ويغضبوا معهم حق، لانه مش اول مرة شيرين تغلط. قبل كده بتغلط في زملاء فنانين كبار ويحصل اهانة ليهم او استهزاء بيهم زي الفنان عمرو دياب، يعني اظن ان هو مش سر. قبل كده برضو يحصل استهزاء واهانة لاخرين، لفنانين اخرين، يحصل لزملاء ليها، لزملاء ممكن يكونوا كمان هم وقفوا معاها في فترات في بدايتها، يحصل إهانة لزملاء لينا احنا من المقدمين ومن المذيعين، وتتريق على حد من زمايلنا وتقول عليه كلام لا يليق ان انا حتى اقوله النهارده دلوقتي، ويعني يمكن اللي متابع السوشيال ميديا ممكن يكون عارف. النهارده الجديد انه هذا الفيديو شيرين فيه بتتهكم على واحده بتسالها، بتقول لها في الشارقه بالمناسبه، يعني كمان يا شيرين انت مش جايه تغلطي في بلدك هنا جوه بلدك، ده انت جايه تغلطي في بلدك بره مصر، وبتتهكمي على النيل لما واحده من الحاضرات للحفل بتاعك بتقول عايزين نسمع ما شربتش من نيلها، وهي أغنية جميلة جدا بالمناسبة، تردي وتقولي لها هيجيلك بالهريسيا وتدعوها أو تدعيها أن هي تشرب نوع مية كمان مستوردة، يعني مية فرنساوي. فالحقيقة أنه مش مفهوم يا شيرين ليه. وبعدين طبعا حصل النهاردة حالة من الجدل بعد انتشار هذا الفيديو، حالة من الغضب كبيرة، وعلى أساسه نقابة المهن الموسيقية طلعت قرار بوقف شيرين من الغنى لغاية لما يتم التحقيق معاها. كان الرد من شيرين من حوالي ساعة قبل ما ندخل على الهوى بيان بتعتذر فيه بشكل واضح، وبتقول ان هي طفلة مصرية مش عارفة تربت فين، وان هي اخطأت، وان هي لو رجع بيها الزمن مش هتكرر هذا الخطأ. شيرين انتي ما بقيتيش مجرد طفلة، معلش، يعني انتي النهاردة بقيتي فنانة كبيرة ليكي مكانتك، ولما بتكوني فنانة فانتي سفيرة لبلدك في كل مكان بتروحيه، في اي انترفيو بتطلعيه، في اي حفلة بتروحي فيها انتي سفيرة لهذه البلد. لازم تبقي مدركة كل كلمة بتخرج من بقك. صوتك صوت جميل في الغنى يا شيرين، للأسف كل ما بتفتحي بقك تتكلمي للأسف إما بتغلطي في آخرين أو بتغلطي المرة دي بقى الغلط في بلدك. فالحقيقة لازم شيرين تحافظ على ما تبقى من جمهورها، وكفاية شيرين انه كل شوية نغلط ونعتذر، نغلط ونعتذر، دي مش تلقائية زي ما بتقولي. وبعدين بتقول في البيان انه هي حتى لما شافت الفيديو هي مش فاكرة هي قالت الكلام ده ازاي. يعني خسارة يا شيرين، هذا الصوت الجميل وهذه الموهبة الجميلة خسارة كل شوية نأثر عليها بكلام ما يصحش ان هو يطلع منك. معانا الكاتب الصحفي الكبير طبعا والناقد الفني الكبير والمعروف الاستاذ طارق الشناوي. مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا استاذ ريهام، اهلا بك. اهلا بيك. وقولي تابعت النهارده ده ايه؟ يعني طبعا 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 وتابعت اكيد اعتذار شيرين وموقف النقابة طبعاً وموقف طبعاً الناس عموما اللي متابعة للفيديو. بصي، هو حاجة سخيفة جدا ومش اول مره تعملها شيرين، لكن انا شايف رد فعل النقابه مبالغ فيه. لو انت فتحت الباب للسخافه في 70 80% من الاشياء سخيفه بتمر بينا. عملت حاجه سخيفه واعتذرت، وانا عارف تركيبه شيرين بعد اسبوعين ثلاثه هتعمل حاجه برضه سخيفه وهتعتذر وهكذا. فهو المساله
انه انت امام زي ما انت قلت من شويه صوت رائع بيدخل قلوبنا. وانا على المستوى الشخصي بالنسبه لي شيرين هي اهم صوت النهارده في الساحه المصريه والعربيه، ولكن هذا الصوت لا يمتلك عقل يدير موهبته، وكل شويه ترتكب حماقه وخطا. خلي السخافه اللي ارتكبتها هي لا تجرم، يعني عايز اقول لك ان السخافه لا يجرمها القانون، وبالتالي المجتمع هو اللي بيجرمها. فالناس عقابها اشد بكتير من انتفاضه نقابه الموسيقيين، وانا شايف انها فيها مبالغه. ايقاف التعامل وبتاع، قالت كلمه سخيفه زي ما ممكن واحد تاني يقول كلمه سخيفه، زي فلاح عبد الحليم قال مره كلمه سخيفه على المسرح، يعني السخافه وارده. شايف ان الموضوع يا استاذ طارق هو مجرد سخافه ولا النهارده يمكن مختلف؟ يعني هي قبل كده النقابه ما وافقتهاش لما مثلا تهكمت او استهزأت بعمرو دياب او بغيره من الشخصيات الاخرى، شايف النهارده ان هو امر سخيف بس، ولا شايف الموضوع اكبر لانه هي تهكمها جه على مصر وجه كمان بره مصر، يعني ما كانش له لزوم الحقيقه كل هذا الكلام. ما بتعرفش ان لكل مقام مقال. يعني ممكن الكلمه دي وهي قاعده صغيره كده تتقال كنكته. كويس، يعني نكته بس نكته سخيفه. لما النكته السخيفه تنتقل من قاعده محدوده ما فيش فيها ميكروفون ولا كاميرا الى مسرح وفضائيات، الدنيا بتبقى حاجه ثانيه. واضح انه كمان شيرين لازم تعمل حسابها ان هناك من يترصد لها، بدليل انت لسه قايله وهذه حقيقه انه التسجيل ده عمره 10 او 11 شهر. فهناك من يبحث وراءها. اكيد انا واثق ان هي مش كذابه لما قالت انا مش فاكره، لان هي قالته عفويا وبلا ادراك، لان هي لا تدرك. مش مره من حوالي سنه ونص كده صحينا الصبح لانها بتقول انا هبطل هنا وانا اعتزلت، بعد 36 ساعة قالت أنا رجعت في كلامي وهرجع أغني تاني. فأنت مع حد على المستوى النفسي في عنده مشكلة رايح جاي، ندعو له أو ندعو لها، يعني ندعو لشيرين إنه ربنا يعني يدي لها عقل شوية عشان تحافظ على الموهبة الجميلة اللي ربنا اداها لها. شوية مع الزمن اكيد التجربه. انا كمذيعه يا فندم ممكن برضو كل شويه اطلع، يعني كمذيعه، وبالتالي انا بتكلم انا مثلا واحده قدامها ميكروفون وعندها منبر، ممكن كل شويه اطلع اغلط في حد، ومره اقوم غلطانه يعني في اكبر من مجرد اشخاص في البلد زي ما عملت شيرين، واقول اصل انا صغيره، اصل انا نسيت، اصل انا مش فاكره، اصل مش لازم يبقى في موقف ما حد يقف لي يقول لي لا ما ينفعش انت قاعده على منبر وانت واقفه بتمثلي او يعني العالم بيسمعك فما ينفعش. العقاب الاجتماعي اشد ضراوه. انا رايي اللي حصل على السوشيال ميديا النهارده في خلال الساعات ديت ده حصل انتفاضه. اي عقاب صحيح، يعني هو انا رايي ان هي عملت البيان مش عشان النقابه، لا عشان احساسها انه المجتمع غاضب او جزء أنا بتخسر جمهورها من الغضب. فهي يعني هي عوقبت من الناس. نقابه سيبك من النقابه لانه دي سخافه، يعني زي ما قلت لك عملت حاجه سخيفه دمها تقيل، لكن مفيش عقاب ولا يجوز ايقاف التعامل عشان واحد قال حاجه سخيفه. يعني مفيش حاجه اسمها في القانون تعاقب انسان على السخافه، لازم فعل. ده سخافه بس. طب احنا هنتكلم بعد شويه عن قانون او مشروع قانون يجرم اهانه الرموز والشخصيات التاريخيه. ما فعلته شيرين، حضرتك بتقول ما فيش قانون طبعا يجرم ده، بس كلامها تحديدا مش بتكلم على زلات اللسان الكتير، انا بتكلم تحديدا لما تقول على مصر او تتريق على مصر وانه اللي هيشرب من النيل هنا هيجي له بالهارسيا، ده ما يعتبرش اهانه؟ ما تعتبروش ان هو بتهين مش رموز لا. المره دي بتهين البلد، ما تعتبرش ده اهانه؟ لا لا انا بعتبره سخافه منها سخرية في غير محلها وثقيلة الظل، بس ثقل الظل حاجة سيئة جدا، بس لو طبقنا قانون ثقل الظل على الناس أو السخافة هتلاقي 70% من الناس دخلت. صحيح تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني والكاتب الكبير طبعا الأستاذ طارق الشناوي، شكرا ليه، وبنتمنى إنه شيرين في الفترة اللي جاية تبتدي تضبط لسانها وتعرف إنه صوتها ده صوت جميل من الأفضل إن هي تستخدمه في الغناء إلى أن تستطيع إن هي تدرك إيه اللي تقوله وإيه اللي ما تقولوش، ساعتها تبقى تبتدي تقول نكت على الملأ وأمام الجميع.